مصطفى بالطبع سأعود إليك. سيد الموسوي، هذه التصريحات وتحديدا تصريحات الرئيس الأمريكي باراك أوباما هي للضغط السياسي، ويعتقد السيد مصطفى أن هناك حلا سياسيا أو شيء تحت الطاولة أو فوق الطاولة، المهم أن هناك شيء يدار في هذا السياق. دعني أسلط الضوء على نقطة أو بعض ما تم تسريبه في صحيفة التايمز البريطانية عن أن هناك نوع من المحادثات السرية إذا صح التعبير بين مدير الوكالة للطاقة الذرية محمد البردعي وإيران، وهي محاولة ربما لرفع العقوبات مقابل أن تعطي شيء إيران في هذا السياق. هل هناك شيء صحيح من ما تم تسريبه في الصحف البريطانية؟ يعني الإرادة الأمريكية الهادئة انعكست في تقرير الدكتور البرادعي. لا يعني لو لاحظنا التقارير السابقة في عهد الرئيس بوش لاحظنا أن هناك فرق واضح في اللهجة وفي التصريحات، وحتى التحفظات الموجودة في هذا التقرير هادئة نوعا ما. هذه دلالة على التأثير الأمريكي على هذا التقرير. الولايات المتحدة الأمريكية يهمها الرزمة التي قدمتها إيران لدول 5+1، وهي ترغب بجد وبكل تأكيد أن تعبر الولايات الدول 5+1 مع إيران هذه المرحلة في هذا الموضوع، موضوع الاستبدال النووي، لأنها تريد أن تبدأ الحوار الشامل مع إيران حول القضايا الإقليمية والدولية، ولا تريد الوقوف على هذه النقطة لمسافة طويلة أو لمدة طويلة، باعتبار أن هذا الأمر لابد أن ينتهي في أسرع وقت ممكن. وأنا أتوقع أن يقبل أو يوافق على المقترحات الإيرانية. إيران طلبت شيء بسيط جدا ويمكن أن تقبله الدول 5+1، وهو عقد اجتماع ثاني حول المقترح الذي قدمه الدكتور البرادعي لدراسة الملاحظات الإيرانية على هذا المقترح. هناك ملاحظات حول الكمية وحول كيفية تسلم إيران للكمية المطلوبة من اليورانيوم المخصب بدرجة 20%، بالإضافة إلى العملية والضمانات الفترة الزمنية. يعني الدكتور البرادعي اقترح بعد سنة ونصف من تسليم إيران لكمية من اليورانيوم 200 كيلوغرام، بعد سنة ونصف سيتم تسليم إيران اليورانيوم المخصب بدرجة 20% إلى إيران. هذه الفترة الزمنية طويلة، الخبراء يقولون يمكن أن تتم في 3 أشهر، والكمية لابد أن تقلل وربما بدفعات أو متزامنة. فلذا هذه مقترحات معقولة ومنطقية، لابد على الدول 5+1 أن تعقد الاجتماع في أسرع وقت ممكن. إيران أبدت استعدادها للتفاهم، وما يتمخض من هذا الاجتماع ربما تزاد أو ينقص بعض المقترحات تضاف إلى هذا الأمر، ويستنتج بخطة يرضي الأطراف كلها من دون غبن لطرف. فلذا أنا أعتقد تعقيد الموضوع سيضر بالجميع. إيران لن توافق أن تتضرر مصالحها العليا، ولن توافق أن تمس سيادتها، لأن 1200 كيلوغرام هذا مس بالسيادة الإيرانية. فلذا أنا أعتقد إيران لن تتنازل. إذا تصلب الموقف الغربي سترجع الأمور وستعود إلى المربع الأول. أنا أعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية وبعض الأطراف الأوروبية ترغب بأن تعبر هذه المرحلة بسرعة ليبدأ الحوار الشامل حول الرزمة التي قدمتها إيران لإيجاد حلول للقضايا الإقليمية والدولية، وعلى رأسها موضوع العراق وأفغانستان وموضوع فلسطين. دكتور صالح، عندما نتحدث عن ضرورة عقد اجتماع ثاني وهذا طلب إيران لمناقشة بعض الملاحظات في مسودة فيينا، رفض الغرب لهذا الاجتماع ربما سؤال هنا يطرح. أضف إلى ذلك عندما يتم تسريب أن هناك لقاءات سرية أو محادثات سرية، ما الغاية من تسريب مثل هذه المعلومات؟ والآن يتم الحديث عن أن تتألف هذه المسودة من 13 نقطة يتم من خلالها ربما الالتزام إيران بالترتيبات، وسيتم رفع العقوبات المفروضة على إيران. يعني أنا بدي أشير لبعض النقاط من حيث المبدأ، يعني ربما يكون هناك محادثة سرية وربما لا يكون هناك محادثة سرية. المشكلة أن هناك مأزق أمريكي غربي بهذه الرزمة التي قدمها البرادعي، وهي مسألة نقل اليورانيوم. طرح الرئيس نجات شراء يورانيوم مخصب بنسبة 20% للأغراض الطبية في الجمهورية الإسلامية. طيب، يمكن للولايات المتحدة الأمريكية أو الغرب أو روسيا أن تقوم بهذا الأمر، وليس بالضرورة نقل لا جزء ولا أجزاء، لأن هذه الأجزاء يمكن أن تخصبها إيران بشكل تدريجي على مدى سنوات، وبالتالي تحصل على يورانيوم بثمنه من هذه الدول. يعني لماذا كل هذا التعقيد بالأمر؟ يعني نقل نسبة مخصبة 3.5% إلى دولة أخرى لتعود وتقدم لها
طيب إيران كانت مستعدة ولا تزال مستعدة، أعتقد بحسب تصريح الرئيس نجاد أنها مستعدة لشراء مباشر، وهي لديها يعني الولايات المتحدة أو الغرب أو حتى روسيا لديها مستودعات من بهذه الكميات الكبرى. يمكن أن تمد إيران إذا كانت فعلا راغبة بإيجاد جو هادئ من الحوار. أنا أعتقد أن اللغة الهادئة لهذا التقرير هي ناتجة عن ضعف الموقف الأوروبي الأمريكي الغربي الروسي بشأن العلاقة مع الجمهورية. ليس لبلد الحق أن تفرض على بلد آخر، وخاصة إذا كانت موقعة وخبراء وكالة الطاقة يزورون هذه المواقع بشكل طبيعي وبشكل حر وبشكل عادل، أن تفرض على هذه الدولة أن تأتي باليورانيوم من عندها لتخصب في للتخصيب في بلد أخرى. يعني هذه سابقة، ربما كانت تحصل ولكن بشكل سري، بس لم تحصل بهذا الشكل الدعائي والسياسي. يعني هذا أمر يفرق، لعب على إيران طبعا ربما. طبعا هذا لعب بالسياسة من أجل الضغط على الجمهورية الإسلامية أن قرارها بشأن تخصيب اليورانيوم أو قراراتها السياسية الأخرى خاضعة للإرادة الأمريكية وليست خاضعة لقرار إيراني صرف. هذا أمر أنا أعتقد أنه لن يؤدي إلى ما يمكن أن يعني يصل إلى اتفاق. ليس يمكن أن يكون هناك اتفاق في ظل لا تزال هذه الرغبة في التهديد من قبل أوباما. أوباما ذهب إلى روسيا وذهب إلى الصين من أجل شحذ تأييد عقوبات جديدة على الجمهورية، وهم يحضرون لذلك منذ أشهر، وبالتالي أرادوا من خلال هذه المسودة، وخاصة أنا أعتقد أن هناك إيجابية واحدة في هذه المسودة، أن لإيران الحق في تخصيب اليورانيوم ضمن اتفاقات وكالة الطاقة الذرية، ليس أكثر وليس أقل. ما فيه من سيئات من إفراغ لقضايا السيادة وعلاقة الجمهورية الإسلامية بالغرب هي علاقة محاولة ديكتيشن، يعني فرض إملاءات جديدة. طيب، على الجمهورية سيد الإسلامية. سيد مصطفى، لدي دقيقة، هل ستنجح الإدارة الأمريكية في فرض عقوبات جديدة على إيران انطلاقا من كلام الدكتور محسن صالح؟ بدقيقة لو سمحت. أعتقد أن هناك أمل كبير جدا زي ما قلت في أنك تشيل الضغط في المنطقة، ويكون هناك يكون هناك ثقة وأمان للقرار الإيراني. ده أهم شيء في المرحلة القادمة بالنسبة لإيران. سيد الموسوي، هل تتخوف إيران من محاولة فرض عقوبات جديدة في الوقت الذي ربما تظهر الإدارة الأمريكية الوجه بأنها فعلا تريد أن تحل هذه القضية، إذا صح التعبير، باختصار؟ نعم، يعني 4 قرارات صدرت من مجلس الأمن الدولي، ولاحظنا في التقرير الجديد للدكتور البرادعي إيران استطاعت في ظل هذه العقوبات أن تزيد في عدد أجهزة الطرد المركزي وأن تزيد في كمية اليورانيوم المخصب إلى 1730 كيلوغرام، وهذا تطور كبير. إذن إيران تستوعب أي قرارات ضدها اقتصادية أو سياسية. على الدول الغربية أن تتفاهم مع إيران، أفضل للجميع. السيد أمير الموسوي، الخبير في شؤون الاستراتيجية من طهران، شكرا جزيلا لك. شكرا لضيفي من لندن، العضو في حزب المحافظين البريطاني، وفيق مصطفى. وبالطبع الشكر لضيفي في الاستوديو، الخبير في شؤون الدولية، الدكتور محسن صالح. نلتقي في حلقة قادمة مع حدث جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.